السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة رؤية تبين أن الظلم وسفك الدماء لن يزول من الدنيا إلا بعد ظهور المهدي المنتظر. الرؤية كالآتي: قال أحد الأحباب بالله في اليوتيوب، بعث لي رؤية إني كنت في القطار مع أحمد الشقيري ومعه فتاة لها وجه بغاية الجمال ووجهها مشوه، وكانت تسأله عن حالة الأمة وعن المرض وعن الإسلام، حتى وصل لها إجابة أنه سنبقى في ابتلاء حتى ظهور شخص. فأكملت أنا الجملة وقلت المهدي، فنظر إلي أحمد الشقير نظرة المتعجب، والله أعلى وأعلم. هسا الفتاة بغاية الجمال وجهها مشوه، هذا الإسلام والدنيا من الظلم اللي صاير علي، وبتسأل عن حالة الأمة وعن المرض وعن الإسلام، فأجت الإجابة أنه بتظلنا في ابتلاء حتى يظهر المهدي عليه السلام، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.